طالب تحالف القوى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرب بيد من حديد لكل ما يحاول إعادة العراق لعزلته الدولية، وقال في بيان إنه في الوقت الذي يسعى الجميع حكومة وبرلمانا وقوى سياسية إلى ضمان سيادة العراق وتعزيز خطوات بناء الدولة وهيبتها وحصر السلاح بيدها، تبادر بعض أجهزة غير المنضبطة بمحاولات عرقلة وإفشال الجهود الوطنية الحثيثة الرامية إلى فرض القانون برفض أي سلاح خارج إطار الدولة يحاول مصادرة القرار السيادي العراقي ووجوب تأمين حماية البعثات الدبلوماسية وتفعيل الجهود الأمني والاستخباري الاستباقي لإجهاض أي مغامرة غير مسؤولة وتقديم القائمين عليها إلى القضاء العادل.